مرحبا طلاب، فيديو جديد راح نشرح به مادة قواعد البيانات. راح نبدي هذا الفيديو بشرح موضوع بسيط اللي هو السيلف جوين. شنو السيلف جوين؟ هو عبارة عن ربط جدول مع نفسه، اي راح نربط جدول مثلا هذا هو اللي عندنا نعرفه اللي هو جدول الاس اللي هو سبلايرز مع نفسه. السؤال يقول اريد نستعلم عن رقم الاس اي دي، يعني اريد رقم اس اي دي اللي هنا ذني الموجود في نفس مدينة أسوان. يعني أريد أجيب له رقم الأس آي دي اللي موجود في نفس مدينة أسوان. من هي مدينة أسوان؟ اللي هي لندن. فأي أس أي أس آي دي مدينته هي لندن راح نجيبه. فلذلك هذا ربط حيكون مو مع جدول آخر، وإنما ربط راح يكون داخلي. شلون نربط سيلف جوين؟ عن طريق عمل كوبي نسخة من هذا الجدول نفسه ونعطيها غير اسم ونربطها مع الجدول الأصلي مالتنا. خلينا نروح هنا راح نكتب الكود مالتنا، راح نكتب select، هو يريد الاس اي دي فاكتب له select اس اي دي from جدول الاس، وراح احط فارزه وراح احط الربط، يعني راح اجيب غير جدول، راح اقول له نفس جدول الاس بس از راح ننطيه غير اسم، نستعمل اعاز الاز اللي ماخذيه بالفيديوهات السابقه، وراح نسميه غير اسم، راح نسميه اس مثلا العفو اس مثلا اس 1 اي اس 1 راح نسميه جدول اس 1. هذا الاس 1 هو عباره عن نسخه من جدول الاس. شنو بيها؟ بيها نفس محتويات جدول الاس ولكن اسمها هو اس 1. حتى اربط بيناتهم لازم اسوي هاي العمليه، لازم نسوي سيلف جوين، يعني اذا اردنا نسوي سيلف جوين لازم نسوي كوبي نسخه من جدول الاس ونعطيها غير اسم. شلون راح نربط؟ راح نربط عن طريق المدينه، ليش؟ لان هو قايل لي اريد الاس اي دي اللي راح اختاره هو مدينته نفس مدينه اس 1، فلذلك راح اقول له وير الشرط مالتنا سيتي العفو اس دوت سيتي، يعني مدينه السيتي تساوي اس عفوا اس اندر سكور 1 اس دوت سيتي، اي مدينه الاس 1 اي مدينه الاس لازم تساوي مدينه الاس 1. زين، وحتى نضيف شرط ثاني حتى يكون الجواب صحيح نقول له اند اس 1 دوت الاس اي دي العفو دوت هاي هنا دوت اس اي دي تساوي اس 1. هسه نرجع نشوف ايش سوينا. هو يريد الاس اي دي اللي موجود الاس اي دي اللي موجود بنفس مدينه اس 1، فلندن هي موجوده هي مدينه اسوان، من هم المدينه مالته اسوان من ذني هو الاس 4. زين، فلذلك ايش سوينا؟ قلنا له يابا سيلكت اس اي دي، راح نختار الاس اي دي فروم اس، وسوينا هاي الجمله اس از اس 1، اي جبنا نسخ جبنا اخذنا جدول الاس نفسه وبدلنا اسمه سميناه اس 1 باستعمال جمله الاز. ها هي جمله الاز، خلاص اسويها كابيتال حتى تبين از اس 1. وراها قال لي لازم يعني هم لازم نفس المدينه، فربطنا بين الاس والاس 1 بين الجدول الاصلي وجدول الكوبي مالته باستعمال الوير باستعمال المدينه، فقلت له وير الاس دوت السيتي يعني جدول المدينه مال الجدول الاصلي تساوي المدينه مال الجدول الكوبي. وهو مشترط علي انه المدينه تكون مال اس 1، فذلك لازم قلت له انه الاس 1 لازم الاس اي دي مالته هو اس 1. لازم المدينه تكون نفس مدينه اس 1. خلينا نجي ننفذ. العفو ده يقول لي انه هنا عندي هذا الاس اي دي يمكن يرجع لاكثر من جدول، اعترض على هاي الاس اي دي، يعني ده يقول لي انه هاي الاس اي دي ممكن موجوده باكثر من جدول، ليش؟ انا فعلا عندي جدول، عندي اس 1 بي اس اي دي، لان احنا قلنا الاس 1 هو نسخه من جدول اس، فلازم انا اقول له اس دوت اس اي دي. دخل لي المدينه لندن. لا العفو ثواني اكو ايرور. رجعنا مره ثانيه، كان عندي هنا ايرور بسيط شفت ناسي حرف. هسه هذا الكود كامل راح نجي ننفذه. طلع لي اس 4 واس 1، ليش طلع لي اس 1؟ لان هو مدينته همين لندن، بما انه مدينه اس 1 يعني تساوي مدينه الاس 4 اللي هم اثنيناتهم لندن، فجاب اياهم. نقدر نضيف شرط ثاني حتى ما يطلع لي اس 1، نضيف هنا شرط ثاني نقول له اند اس دوت اس اي دي لا تساوي اس 1 حتى ما يجيب لي اس 1، جاب لي فقط الاس 4. هذا هو طريقه السيلف جوين. اذا مثل اذا شفنا بالسؤال انه اكو سيلف جوين، اذا حيكون الربط على جدول واحد فقط، راح نربطه على نفسه. شلون نربطه على نفسه؟ عن طريق عمل كوبي نسخه ثانيه من هذا الجدول ونعطيها غير اسم ونقوم بعمليه الربط حسب المعطيات بالسؤال.
هنا ينتهي هذا الفيديو، واتمنى استفادتكم من عنده.